حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن الوضع الأمني في العراق، أيضا عن طريقة تعامل الحكومة ويا التظاهرات اللي تصير في المحافظات الجنوبية والتحذيرات اللي تصير عن طريق هذا الشيء. ليش الحكومة هيجدة تتعامل ويا المتظاهرين وشنو غايتها؟ كل هذا راح تشوفوه بعد الفاصل. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، كهرباء الكهرباء ترابك لايت، الله وأمان الله. إذا عندكم مروءة أو عندكم إنسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما من تنمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة اطلعوني بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام، ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جئتوا بجنطة اطلعوني بجنطة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة صوتكم، والموضوع قلنا اللي هو اللي شلون تتعامل الحكومة العراقية ويا المتظاهرين ويا العراقيين بشكل عام. بداية نحب نسمع آراءكم وصوتكم اللي سمينا على اسم هذا البرنامج عن طريق أرقام الهواتف اللي ظهرت أسفل الشاشة. أيضا أي شخص ما يقدر يتصل بالبرنامج عندنا تطبيق الواتساب، الرقم ظهر أسفل الشاشة حاليا، يقدر يرسل لنا الرسالة اللي يريد يوصلها إلى الناس وإلى الحكومة وإلى أي شخص، احنا نقرأ لها إن شاء الله. أحب أنوه أنه هذا الرقم رقم الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، أرقام الاتصال ظهرت مرة ثانية على الشاشة تقدرون تتصلون عن طريقها. التظاهرات، يعني اليوم يقولون أنه أكو قوة أمنية استخدمت القوة لتفريق تظاهرات انطلقت جنوب العراق، وتحذيرات أطلقها مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة أنه استخدام القوات الحكومية للقوة المفرطة ضد الاحتجاجات بعد دعوات شعبية أطلقها ناشطون للمشاركة في هذه التظاهرات ضد الفساد والأوضاع الخدمية السيئة التي يعاني منها السكان قد تكون نتائجها غير سليمة، وقد تكون نتائجها خاسرة لكل الأطراف، للشعب وللعراق. فإحنا نريد نتساءل، يعني الحكومة في بغداد أو السلطات الأمنية أو القوات الأمنية، القوات الأمنية كان من المفترض واجبها هو حماية الناس، من المفترض أن يكون واجب القوات الأمنية هي حماية هذه التظاهرات، لأن التظاهر حق شرعي كفالة الدستور العراقي، بما أنه السياسيين والبرلمانيين والحكومة ورئاسة الجمهورية يتغنون بالدستور ويدافعون عن الدستور، فهذا حق إلى الشعب. ليش هذا الحق مفرط به؟ ليش الحكومة ما تقبل أنه الشعب يمارس حقه؟ ليش تقبل يمارس حقه بالانتخابات وما تقبل يمارس حقه لمن يطلب حقه؟ وليش تقبل أنه الشعب ينضام وما تقبل الشعب أنه يطلب كرامته؟ ليش تقبل على نفسها أنه الشعب يتعب ويهلك ويعيش بالمخيمات ويعيش تحت تهديد السلاح ويعيش خايف، بينما ترفض أنه توفر له هذا الشيء، توفر له الأمان، توفر له الكهرباء، المي، توفر له عمل، توفر له راتب يسترزق من عنده، توفر مدارس رصينة تعلم بي أولاد الشعب العراقي، توفر مناهج تدريسية رصينة بحيث يرجع التعليم مثل ما كان قبل. يعني اللي أعرفه أنه هذه واجبات الحكومة. في عشرينيات القرن الماضي ذكرناها ذاك اليوم، معاهدة بورتسموث سيئة الصيت، لأنه الناس اعتبروها أنه ترجع الاحتلال البريطاني مرة ثانية إلى العراق، طلعت تظاهرة، الشعب غلط على نور السعيد وعلى صالح جبر، ثاني يوم الشعب مدح بنور السعيد وصالح جبر لأنه الحكومة استجابت إلى مطالب الشعب. تظاهرة أخرى أيضا في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي
حصل بها أنه تظاهرة طلع الشعب العراقي ضد البريطانيين وضد السفارة العراقية في بريطانيا، عفوا السفارة البريطانية في بغداد، وقف الشعب العراقي أمام السفارة والشعب كان ناوي يحرق هذه السفارة، لأنه بريطانيا حاولت تتدخل بالشأن العراقي الداخلي. الجيش العراقي وصل إلى السفارة البريطانية لتهدئة الناس وحماية السفارة البريطانية حتى لا تصير أزمة دبلوماسية بين البلدين. صعد واحد على ظهر الدبابة وقال يعيش الجيش العراقي البطل، وهذه موجودة. الضابط قال أنا شلون راح أدي واجبي؟ قال له راح أدي واجبي بس أمام السفارة وأحميها، وراح أحميكم أنتم كمتظاهرين وما لي علاقة بكم. كل اللي أطلبه من عندكم لا تحرقون ولا تكسرون. متظاهر طالع دا يريد كهرباء ودا يريد مي ودا يريد يرتاح. هذا المواطن اللي دا يعيش بالعراق درجة حرارة بي فاقت 60 حسب بعض الصور اللي وردت. زين هذا لما دا يروح للدوام بهالحر ويرجع البيت يريد يرتاح، يريد مبردة، يريد اللي عنده الله موفقه ومشتري سبلت، اللي عنده بانكة يريد يشغلها، ويجي يلقى الكهرباء ماكو، لا البنكة تهوي له ولا المبردة تبرد له ولا السبلت يطيل الهواء البارد اللي هو المفترض اشتراه على مود هذا الشيء. شنو فائدة الأجهزة الكهربائية اللي موجودة بالبيوت وما عندنا كهرباء؟ وشنو فائدة الثلاجة اللي تحفظ الأكل من التلف وماكو كهرباء؟ يعني المواطن من دا يشتري السلعة اللي هو يريد يأكلها ويريد يحتفظ بها بالبراد اللي هو الثلاجة وماكو كهرباء وتفسد، ما تتوقعون أنتوا يا الحكومة أن أنتوا دا تضغطون عليه؟ أكو واحد من البرلمانيين أو من السياسيين تلفت عنده سلعة غذائية نتيجة نقص التيار الكهربائي ببيته؟ يعني هاي الأسئلة اللي لازم نفهمها. متظاهر طلع دا يتظاهر، ليش تعتقلوه وليش تفرقوه بالقوة وليش تستخدمون وسائل قمع همجية لهالدرجة؟ خايفين من الشعب؟ عندنا اتصال أم أزهار من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. بالنسبة إحنا نحكي على إذا نحكي عن الحكم قبل 2003. نعم. الحكومات السابقة كانت مؤدية واجباتها تجاه الشعب وناطع حقوق الشعب، وأكو بناء وأكو وظيفة وأكو أكل وأكو أمن وأكو أمان وماكو قتل. إذا نحكي هسه حاليا من بعد 2003 إلى هاي إلى هذا يومنا 16 سنة وإحنا نعاني من فقر شديد بالأمن والأخلاق والقتل والنهب والسلب، وهم إجوا يبون هذا البلد وحتى يبوقون. هسه احنا نقول باقوا، نعم، ما قصاهم البوق بس. زين ليش يأذون الشعب؟ لما الشعب يصحي أبسط من حقوق، أبسط الحقوق هي كهرباء ومي وشغل، يجاكل وكل عائلته. ليش كثر القتل؟ نقول هذا الناس جياعة، ناس جوعانة، كفاءات وقعت مي بالشارع. اي فالحكومة هاي انا ما اسميها حكومة، هاي تنفذي كل حزبي عنده عشيرة من السلطات اللي تحميه وتقتل، عنده عصابات. كل واحد اللي هسه بالبرلمان عنده عصابة، كل واحد سلوه عصابة، كل رئيس الجمهورية عنده عصابة، رئيس الوزراء عنده عصابة، كلهم هم عصابات، هم عصابة متكونة من النفوذ هذا كله حتى يعدم هذا الشعب، حتى يؤدي هذا الشعب. لا. إذا طلعوا مظاهرات وإذا طلعوا يطالبون في حقوقهم ما حد ينادي لهم ولا أحد راح ينطيهم كل شيء، لأنهم ما جايين ينقذون هذا الشعب، جايين يربون هذا الشعب، فهم راح يظلون يدمرون هذا الشعب. والشعب إذا المفروض ما يطلع يقول أريد كهرباء ولا يقول أريد مي، المفروض يخلون إيد بإيد من الشمال للجنوب ويقومون بثورة بالسلاح على هالشكولات اللي إجت لنا وهالعمال اللي قاعد
بعد هذا بنفوذ بثمرات هذا البلد، نعم. وكل المنافسين البلد كلهم جبناء هم. انا اتمنى من الشعب يصير عنده القوه اراده الكاس تكون من الشمال للجنوب، وبالسلاح نهدم هذول الناس. واحيي كل واحد عنده شعور بالمسؤوليه ويحب بلده. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار من الكويت. سعد حياك الله. دوم يا اسد العراق، يا اسد العراق، حياك الله. شكرا اخويا. انتم بلد غني، جمهوريه المليارات يا استاذي، ولكن يا استاذي لا يجوز قمع المتظاهرين، لا يجوز منع التظاهرات السلميه، يطالبون بحقهم، يريدون حقهم، يريدون المساعده من الحكومه والبرلمان، يلبوا طلبات هؤلاء الناس الغلابه اللي زي حالاتنا يا استاذي. ولا يجوز يا استاذي حرق البساتين والحمطة، لا يجوز، لا يقبلها آل البيت ولا القانون ولا الشرع ولا الوطنيه ولا الانسانيه. الكل يشتكي يا استاذ، المجتمع يشتكي، نفس المجتمع، وكذلك ايضا الدوله عليها ان تلبي احتياجات المواطنين الغلابه اللي زي حالاتنا. واخر الكلام تحياتي لكل البرنامج الراقي المميز. شكرا. حياك الله استاذ سعد. ابو طه من العاصمه الحبيبه بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه خاصه لك ولقناه الرافدين الشريفه. حياك وبياك. استاذ اسد، احنا اذا نريد نقول هاي الحكومه دولة مو حكومه، دولة اشباه للحكومه. زين؟ وليس الحكومه اشباه حكومه. الحكومه اللي تقتل شعبها. زين؟ يعني هم الشعب من طلع مظاهرات على مو ليش طلع على مو حقوقه، انت انطوا حقوقه. وذاك الوقت من يطلع مظاهرات زين انت عليه امر اعتقال، انتم ما نعطيهم حقوق المواطنين، ما نعطيهم مي، ما نعطيهم كهرباء، ما نعطيهم تعيين، ما نعطيهم حصه يوميه، وده تقتلون بالشعب وده تدمرون بالشعب. دنامك قبل شويه تقول نور سعيد وصالح جبر، نعم، ولكن كانوا رجال في معنى الكلمه. زين؟ مو ذول هسه اللي بيسمعون باذانهم اسم الدين باقون الحراميه. لا ابو طه، ابو طه يعني حرامي. يعني انا ذكرتها سابقا ان المشكله نور سعيد وصالح جبر لما صارت معاهده بورتسموث اللي هي سنه 48، الاشكال اللي وقعوا به الحكومه بديك الفتره، انه الشعب لما طلع الظاهر هم ما قالوا مثل ما هسه باسم الدين باقون الحراميه او غيرها وغيرها، هم سبوا نوري سعيد وسبوا صالح جبر وياه وطلبوا انه تلغي المعاهده. نوري سعيد ما طول عليهم لا هو ولا صالح جبر، صالح جبر استقال ونوري سعيد صار رئيس وزراء، ونوري سعيد ثاني يوم استجاب لمطالبهم والغى المعاهده. صح. نعم. الشعب وخلى الشعب قاعد مرتاح. نعم. فذولا جايين مقصودين لقتل الشعب العراقي. زين؟ مو بامرهم، بامر اسيادهم. بامر اسيادهم الايرانيين. نعم. زين؟ شنو احنا نتخسر على الكهرباء وبعز الصيف ودرجة الحرارة وصلت للـ60؟ نعم. كهرباء ماكو. نعم. مي ماكو. حصة يومينية ماكو، اعتقالات بالشوارع، متظاهر طالع لا بيده بملقية، لا بيده بكيسية، لا بيده سوسية، طالع متظاهر يطالب بحقه. يا اخي انطوه حقه وخليه يقعد ببيته ويسكت. نعم. طول ما يعطوه كهرباء، طول راتب، طول حصة يومينية. زين؟ ليه انت تحط على عذاب المواطن؟ فالخطة مقصودة لتدمير الشعب العراقي. يعني وأنا أشكرك أستاذ أسد. شكرا شكرا لك أبو طه. يعني أبو طه ذكر قضية مهمة وهي الحصة التموينية، صحيح. يعني الميزانيات العراقية وراء 2003 ميزانيات انفجارية عبرت 80 مليار دولار. زين، أنت عندك هاي الميزانية ما تقدر تطلع من عندها مليار تاخذ بها حصة تموينية كاملة توزعها للشعب، والحصة التموينية كلها ما اعرف 12 مادة ما ادري 11 مادة.
حصه تموينيه تعطيها الى كل فرد. احنا بالحصار ما تاخرت حصه تموينيه او انقطعت، ما نقول ما تاخرت، ما انقطعت. مي الشرب يعني مواطن يجي يفتح البوري تطلع له حشرات بالبوري، الاخ يفتح البوري يطلع مي خابط، الاخ يفتح البوري يحط عليه جداحه يشتعل المي. بيا زمن هذا المي يشتعل؟ بس بزمن العراق ما بعد 2003 قمنا نشوفها، بزمن هالحكومات هذني. مواطن واقف ويا المتظاهرين كاتب من حقي اشرب مي. الابن على ابوه الى حقوق. الاب هو ولي امر البيت، والابن هو ولي امره هو ابوه. حقوق الابن على ابوه يوكله ويشربه من اساسياتها. انتم ولاة امر هالشعب، من حق الشعب عليكم توفروا له حياه كريمه. ابسط حقوقه انتم ما موفرين هي، لا موفرين له كهرباء بحيث يقعد ببيته ويرتاح، ولا موفرين له مي بحيث يقدر يغتسل او يشرب، ولا موفرين له لقمه، ولا موفرين له شغل، ولا ناطي راتب يعتاش من عنده، ولا موفرين له امان يامن بيه على ولده. الاب يطلع ما مامن على روحه، وولده يطلعون ما مامنين على روحهم، ولا موفرين مدارس بها مناهج بحيث الاب من يحط ابنه بمدرسه يقول انا راح اخرج اولادي عن طريق دراسه رصينه. مع الاسف وزاره التربيه العراقيه ووزاره التعليم العراقي التعليم العالي مناهجها توصل الى هذه الدرجه، وكانت جامعه بغداد اتصور في سبعينيات القرن الماضي تسلسلها سبعه على العالم. ابو محمد من تركيا حياك الله. مرحبا يا اخي، الكلفه كيف الحال؟ اهلا وسهلا بك، الحمد لله، انتم شلونكم؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. تفضل اخي. وين ننتهي؟ نعم. يعني هؤلاء الناس اللي في الحكم، يعني حقيقه باي نعت من اتهم لا اعرف. نعم. وصلوا بها اللعب الاخلاق، يعني في حدودهم قط كي يعاتبهم احد. او يذيقون الشعب الموت الجؤام، يعني ما كفاهم ان يذيقوا، يعني خصوصا البصره هاي، يعني اللي كله ما مدرسة يقابلون بالرصاص. أي حكومة اللي تقتل شعبها؟ هي ليست حكومة يعني دخيلة، الحكومة دخيلة صنع الاحتلال وهذه نتائجها. المجتمع الدولي أين هو؟ ما ليس له ضمير. والمجتمع الدولي أيضا ما له ضمير. اللي يحدث في العراق صار 16-17 سنة يندى له جميل الإنسانية، وما يعني ما نعرف شو نقول. الله يعافينا. نعم. إيه. يعني نسأل الله تعالى أن يبصر هذا الشعب بالحق ويقوم على هذه القمة الفاسدة ويهيئ البلد ناس شرفاء يقومون بالتنمية وإعادة البنية التحتية ويهيئون السبل العيش للناس، لا زراعة لا صناعة لا تربية لا صحة. وين رايحين؟ الله المستعان. شكرا شكرا لك ابو محمد. ويانا اتصال اخر من موصل الحدباء، ابو يعقوب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيبي تحياتي لهاي القناه والصادرين. حياك الله. حبيبي احنا استاذ الموصل ما نقدر نطالب لا بحقوق ولا باي شيء. ليش؟ اي حقوق نطالب بها؟ والله ما نقدر، يعني يظلهم قليل الحال. يعني ما تقدر تحكي. اعتقالات بالجميع، يعني اي شيء اي طقطاقه تصير الحشد يسوي طقطاقه ويحطونها براس المواطن. هو هذا سؤالي، من منو هذا الظلم؟ من منو الظلم كله؟ من الحشد. العراق اذا خلص من الحشد يخلص من كل هاي المشاكل. ايران اذا الظلم تدخل بالعراق احنا شغلتنا تعبانه. كل هاي المنشيات والحشد هي الدمار للعراق. حبيبي ما نقدر نحكي لا نطالب بحقوقنا ولا باي شيء، ما نقدر. يعني نعم. الو رصيدي راح يخلص. شكرا. اقول لك الظلم الظلم الى الهاموس يا مولانا من نوع ما الله يوفقكم.
شكرا شكرا لك ابو يعقوب، والله يعينكم ويعين الاهالي بالعراق كله. بس شغله، اكو شخص زي يتصل عن طريق برنامج الواتساب، ارجع واقول لك اخي العزيز هذا البرنامج فقط لاستلام الرسائل، اذا تريد اكتب لي رساله انا اقرا لك اياها. تريد تتصل، ارقام الاتصال ده تظهر كل شويه على اسفل الشاشه، ذنيك الارقام مخصصه للاتصال، واتشرف بيك ان كان بالصوت او ان كان عن طريق البرنامج. ابو يعقوب يقول بالموصل ما نقدر نطالب باي شيء وما نقدر نطالب بحقنا، مع الاسف احنا بال 2019 بنصها تقريبا، مع الاسف انه العراقي اللي هز امبراطوريات وكون امبراطوريات، اذا نقرا تاريخ العراق كم امبراطوريه بيه من زمن اشور وبابل واكد، والدولة العراقية وتاريخها وقبلها الدولة العباسية وتاريخها الإسلامي وتاريخ العراق المشرف في محاربة الفرس في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نوصل لـ 2019 والعراقي ما يقدر يطالب بحقه، مع الأسف. يعني واحدة من الوعود اللي وعدوا بها العراقيين بالـ 2003 عن طريق بول بريمر أو عن طريق مجلس الحكم الانتقالي بذيك الفترة أو عن طريق بوش الابن اللي هو سبب مصايب العراق كلها، هو وأبوه، إنه توفير الديمقراطية. بس يا ديمقراطية، هاي ديمقراطية سد الحلوق؟ عندنا اتصال أبو ياسين من العاصمة بغداد، حياك الله. تحياتي لك أخوي لقناة الرافدين، حياك وبياك حبيبي. كل هؤلاء الحكام الان اللي اجونا من 2003 مختلف الالوان طبعا، من خاط الى اعمامه، طبعا العراق بريء منهم ومن وجوههم القبيحه. بلد اجيتوه من 2003 كان اجمل بلد واقوى بلد، كهرباء كانت صافيه ومينه نشرب من السواجي، كل العالم تدري مينه نشرب من الشاخات، اراضينا شغاله للزراعه، شوارعنا نظيفة، جسورنا نظيفة، وبشرنا كان لحمة وحدة من شمال إلى الجنوب. والله من كان الرئيس صدام حسين حاكم للعراق، أخي ما كنا نعرف هذا غربي أو جنوبي، كنا نشوف العراق واحد وقوة وحدة، مو كنا بالعسكرية نشوف العراق واحد. بس والله من إجت هذه الأفعى السوداء من قاط إلى أعمامه، أول دخولهم للعراق علموا العراقيين الأغبياء على تفتيت لحمة العراق وليس العراقيين الوطنيين، مع احترامات العراق الوطنيين، وانتفقوا مع أمريكا وإسرائيل وإيران على ضرب الحسن العسكري وعلي الهادي في سامراء، وبهاي ضربتهم نجحت خطتهم الشيطانية على العراق وشعب العراق. وسبعين بالمئة الحمد لله من العراقيين كشفوا هؤلاء أنهم مجموعة خونة، مجموعة خونة وكفرة من قاط إلى أعمامه. وهذا الذل اللي في البصرة أخي، هذا الذل فوضى أهالي البصرة، الأطفال مزقوا صور الخميني، هؤلاء انتقموا من اهالي البصره الفيحاء. واكو بعض من المواطنين العراقيين اللي اقول فقره يقولون احنا الناشده المرجعيه وغير المرجعيه، اخواني المرجعيه والسياسيين كلهم متفقين مع ايران انتفاق واحد على تمزيق العراق وشعب العراق وقتل العراق بدون استثناء. لا تشتكون الشكوى رب العالمين وللناس الوطنيين، لا تشتكون عند مرجعي، هؤلاء هم اللي حاربونا بالثمانينات وانتقوا مع امريكا بالسبعينات على تفتيت العرب، فلا تشتكون هؤلاء دجاله كان سوون لنا شيء يا اخواني. بس اصحوا بس اصحوا، احنا نريدكم تصنعون ثوره عراقيه، ثوره وطنيه، ولا تدخلون بها حزب، انتم كعراقيين من كل المحافظات لا تدخلون بها اي حزب ديني او سياسي، وصيروا شلون الثوره مال 68 وقلبوها عليكم. واني اشكرك اخويا. شكرا شكرا لك ابو ياسين من بغداد. اتصلت بينا ام احمد من النجف، انقطع الاتصال، ارجو من ام احمد انه ترجع تتصل بينا. ابو ياسين قال انه ذولا اللي جوي كلهم من 2003 لليوم العراق متبري منهم. يا اخي هم متبرين من العراق ومن اصلهم، اتحدى واحد بيهم هسه يقدر يعوف جنسيته الثانيه. برلماننا احنا البرلمان الوحيد ترى اللي بي ما بي ولا واحد عراقي، كلهم يحملون جنسيه ثانيه، ان كانت امريكيه، بريطانيه، اسبانيه، ايرانيه، كلها تحمل جنسيات ثانيه، وكلها
تبوق وتنهب وتنهزم عن طريق الجنسية الثانية، حالهم حال عبد فلاح السوداني وأيهم السامرائي وغيره وغيره. أم أحمد من محافظة النجف رجعت ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليكم. مرة يا أمو أنا عرفت حتى 20 عبر أمنا نحكي بعد. حياك الله. نحييكم يا ابني، نحيي القناة، احنا القناة شوية أتركت عنا. والله يا ابني ورمنا. واجبنا أمي. يا ابني احنا هنا بالنجف معكم، والله نخاف من خيالنا من العدم وفنا اللي في الطار العالمي. يعني استحلتنا إيران يا ابني. إيران كلها بالنجف. نعم. بلدنا استحل، بلدنا خبر عجم. احنا شنو ذنبنا؟ شنو سوينا؟ رئيس وقعيد ورحمة الله، شو ابني ما أذكت له؟ يبدون العجم وبسطالة مليون عمامة كذبة البسطالة ذاك الجوتي. والله والله بحكيها وقدام الناس كلها بحكيها. والله بسطالة ذاك الجوتي اللي لسه صدام حسين ميت عمامة مليون عمامة واحتجوا بس البسطالة الجوتي. أهل الموسعى أهل المخدرات العجم. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لي. شكرا لك ام احمد. يعني بالنسبه الى برنامج الواتساب، الاخت اللي كانت تتصل بينا تقول اني متابعه من العراق، ارجو ان تقرا رسالتي. تقول نطلب من قناه الرافدين اللي تمثل صوت المظلوم ان تضج بموضوع المختطفين المغيبين وان تساهم في جعله موضوع دولي، لان الحكومه متكتمه على هذا الموضوع ولم تخطو اي خطوه في هذا الاتجاه، وهذا اكبر دليل على مساندتها او خوفها من الميليشيات اللي اصبحت متشبثه وخصوصا في مناطق شمال بابل جرف الصخر. علما اني من محافظه بابل، والدي مختطف والذي هو موظف عادي، أخي طالب جامعة مرحلة ثالثة أيضا مختطف مع والدي، اختطفتهم الميليشيات القذرة منذ عام 2014 وإلى حد الآن لم نعرف شيء عنهم. مطلبنا أن تضجوا بهذا الموضوع وأن يتحول إلى موضوع دولي، ونريد نعرف مصيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من متابعة البرنامج. الله يعينكم، ربي يرجع لك الوالد وربي يرجع لك أخوكم إن شاء الله سالم غانم، وتعرفون مصيره وين كان. ويا ربي يا ربي انه تكون الميليشيات ما صرفت به تصرف اخر، او تصرفت مع والدك واخوك تصرف اخر يقهركم ويرجع كل مختطف وكل مظلوم، ويطلق سراح كل معتقل وكل شخص بريء دخل للسجون نتيجه تصرفات هذه الميليشيات. يعني ما اعرف يا دوله تحترم نفسها عندها ميليشيا او عندها احزاب، كل حزب بيها عنده ميليشيا، بحيث حتى الأحزاب إذا تعاركوا بيناتهم راح تكون حرب داخلية بين أتباعه وبين الميليشيات الذنية. عندنا أبو حسن من بابل، من بغداد. السلام عليكم أخويا أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أبا. أول شيء العراق هو طب دخل بمطاب قوي. نعم. يعني صعب الخلاص من عنده. أول شيء الحكومة إيرانية أمريكية إسرائيلية، هاي واحدة. نعم. اثنين المرجعية مو عراقية، إيرانية. يعني لو هم الشعب العراقي كان أعطت فتوى تخدم الشعب، بس هي المرجعية هي إيرانية قذرة مقيتة. نعم. يعني ما تخدم الشعب العراقي بصورة عامة، والمستفادين منها الفئة المعروفة، يعني أنا أقول بصراحة غير. نعم. الشيعة مستفادين منها، يعني مستفادين بشكل لا يعني مضعقوف، راضين بهم تبعية إيران، فلذلك هم مستفادين. المرجعية ما تسوي شيء ولا الحكومة تسوي شيء، الشعب إذا ما ينهض نهضة رجل واحد العراق انتهى. يعني هاي الزبدة النهاية، المرجعية إيرانية لا هي عراقية ولا تنتمي للعراق. هم كلهم دولة أي كلمة أي كلمة يعني يحشوها بالتلفزيون تجي من قبل إيران. نعم. أمريكا وإسرائيل وفكرة، هم أعطيك فكرة أخرى. نعم. ما الأمريكا تضرب إيران هاي مستحيل. نعم. لأن هي مستفادة من دمار العراق، يعني إيران تدمر بالعراق، فهي أمريكا وإسرائيل مستفادة. فلا تصدقون بين أمريكا تضرب، يعني لو تنقلب الدنيا. نعم. هاي كلها مناوشات وكلاوات وكلها. شكرا. هي. شكرا لك أبو حسن. أخويا محمد من محافظة البصرة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا صار لي فترة ما متصل على هاي القناة لظروف معينة مرت علي ظروف، إن شاء الله أنا أتصل بكم وأقولكم بهاي الظروف مالتي. تشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى قناة الرافدين وإلى عاملين قناة الرافدين.
وإلى مشاهديها، ورحمة الله على الشيخ الدكتور حارث الظاهري، وسلامي وتحياتي إلى المستشار حارث الظاهري المحترم البطل. أستاذ أزل، بالنسبة إحنا وضع البصرة وضعنا كلش تعبان، يعني تخيل أنت بشهر واحد مرت حالات عندنا بالمستشفيات أمراض سرطانية، بشهر واحد 800 حالة مرض سرطان، يعني تصور من وراء هذا النفط اللي هم ينهبونه ويسوونه أموال ويتمتعون به داخل العراق وخارج العراق، هم وعوائلهم وشعب البصرة ما يهمهم، ومو بس البصرة وإنما الشعب العراقي إلا ما يهمهم، من الوصيل إلى الباو ما يهمهم، هم ما جايين من أجل شعب وناسي وهذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هسه احنا عندنا حالة كل ويا الحشرات اللي غزت البيوت، قامت تدخل علينا للبيوت حشرات اللي شلون يسدنها بين قوسين الصراصر، دخلت علينا للبيوت، يعني زين الحكومه غير من واجبها تكافح، من واجبها تعالج هاي الشغلات. طيب استاذ محمد انا اريد اسالك العراقي زين الى متى نحن نبقى على هذا الحال؟ زين محمد، يعني محمد اريدك تبقى وياي، الله ينتقم منكم، اريدك تبقى وياي لان اريد اسالك على اوضاع محمد، اذا تسمعني اريدك تبقى وياي لان اريد اسالك على اللي صار اليوم بالبصره، بس عندي ام زهراء من دياله، خليك وياي ام زهراء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عيني؟ هلا بيك، احييك وحي قناه الرافدين. حياك وبياك. والله ما عندنا احنا حكومه، ما في حكومه عندنا. هو وقت لا مظاهرين ولا ما، يعني ما ظلت كلمة للشعب. نعم. هم هسه من يقولون هذا الزرع من حرق، هم ما يعرفون المحل حرقوا من هو؟ الحرق البيوت والحرق البساتين والحرق هي كلها ميليشيات الخزعلي والعامري وسليماني كلها يعرفونها. نعم. مو كلها يعرفونها؟ هو مثل هذا، هي حكومة هججت العالم من البيوت، ما عندنا حكومة، ما عندنا ما عندنا حكومة ما عندنا، اي والله عيني ماكو حتى لا مظاهرين، شلون المظاهرين اللي يطلع يتظاهر يسكتونه، العالم هججوها من البيوت. نعم نعم، شكرا شكرا لكم زهراء. ارجع الى محمد. اخ محمد، بالبصره اليوم اكو تظاهرات، الحكومه تعاملت وياها بالقمع، ايضا انه اكو هجمات نتيجه الانفلات الامني على ابار النفط العراقيه، اريدك تحكي لي اللي صاير يومكم شنو؟ محمد بعدك وياي؟ اي نعم. هذا النفط احنا كشعب بصري ما جاي نشوف مستفادين من عنده اي شيء، ما مستفادين من عنده اي شيء، هذا النفط يعتبرون هاي كل المسؤولين اللي لابسين عمايل واللي لابسين عقل واللي لابسين عمايل يعتبرون البصره حليبه بقوره، يعني بقره حليبه، جايين من اجل ينوبون خيرات البصره، والله العظيم يا سيد، يعني تعال شوف البصره، يعني حالهم، يعني احنا وانا واحد من هاي الناس، يعني ناس حالتنا مقريه، عيشتنا تعبانه، يعني الدين عالم بالفقر، يعني حتى الدافور مدري بالصومال ما جاي نعيش، يعني عايشين احسن من عندنا، احنا وضعنا تعبان كلش تعبان، يعني هذول جايين من اجل النهب، جايين طبعا من حتى من البصره، والله العظيم المفروض مو بس نعرفهم، يعني مو بس نجم على النهب، نجم على كل مسؤول اللي يجي من برا على قصر، نعم قد شوية بتاعتهم ولا واحد فيهم عراقي، اذا كلهم مو عراقيين، اذا كلهم جايين من اجل نهب البلد ودمار العراق. والعراقيين ما جايين من اجل انهم يقدمون شغل للناس، يعني اذا اجوا علينا بلاء والله العظيم بلاء، وانا اطالب الشعب البصري واطالب كل العراقيين، يجب علينا ان نقطع مو بس مظاهرات، نقطع اهتمامات ونحاول نفكك هاي الحكومه الظالمه اللي ما شفنا من هذا الشيء، من 2003 ولحد اليوم 16 سنه، لا 16 يوم ولا 16 اسبوع ولا 16 شهر، 16 سنه، زين انتم ايش تقدمون؟ يعني كل الناس قاعدة على الطالة، الناس جوعانة، الناس تعبانة، الناس انت الكرامة هو العظيم اسمح لي احكي الحكاية، العالم طايحها، يعني ماكو ولا بصيص امل بايدي، يعني انا ما دمرتني
والله العظيم تعشر انت صور بعاشر بعاشر يجن تبدأ انقامات بعاشر انت شايف واحد بعاشر انقامات لا بيه هذا الشهر في قلبي شهر شهر القران الكريم شهر شهر الطاعة شهر الغفران شهر المغفرة الصور لأنه بين الشباب يستخدمهم يدقون قامة قامة يلطمون جناسين قامات أعدب البصرة بالتحسينية والله العظيم أنا سمت مشير غيني إنا لله وإنا إليه راجعون يعني بين شنو يعني الصور جايين يجهلون الناس جايين يغفلون الناس جايين يضربون الناس ما عندهم ما عندهم شيء ما عندهم شيء يقدمونه ناس مفلسين جنة الطائفية جنة بالعنصرية يعني هواية كل شغلات والله استفاد يعني لا شيء لبنان يعني انت بعد ساعة ما خلص مشكلة وانا طبعا عدلوني كانت جدران قطعت ما اتصل بيكم لظروف معينة مرت علي ويا ريت يعني انا من ان شاء الله ان شاء الله اخي محمد تتواصل ويانا ونسمع صوتك ونسمع رايك واعتذر منك اذا قاطعتك بس عندنا اتصالات كثيره اعتذر منك شكرا لك اخي محمد ام احمد من الكويت حياك الله الله يحييك ويسلمك طيب هذول يعني شلون انتم عرب واصيلين شلون هذول عشان يحكمونكم كل عشان هذا اللي يحكمون بعدين هذا الشيء ايش اسمه هذا اللي مرجع مال الشيعة يعني ما في عربي رجل دين يعطيهم كلام يعلمهم بالدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويصلب الناس ويشوف السوق ويشوفون هذا من خش ولا يدري عن الناس يذبحون بالسنة منطقة منطقة يذبحوهم وسجنوهم والحريم قاعدين بالشوارع وحالة وحالة عرب حنا العرب اللي نقلنا الدين والإسلام زي واحد مجوسي من الفرس قاعد في الكربلاء ما ادري وين وهذا اللي احدينا العرب شو انتم عرب اي الشيعة عربي انتم ورا العرب يعني انتم من العرب تعلمون الدين مو هالمجوس يعلمكم دين شو بقول لكم هذا نعم يعني عجيب هذا امرهم مو بالشيء يعني انت عربي ترضى مجوسي يصير عليك رئيس الدين ما يصير احنا اللي نقلنا الدين العرب اللي نقلنا الدين لسان عربي مبين سيدنا محمد ومن وين جابوا الدين هذا اللي يتكلمون فيه ما في دين اللي قاعدين يتكلمونه مو بالقران ولا بالاسلام ولا وحسن والحسين هذا اللي من عند العرب هم يسر ما نريد ندخل بهذا الجانب يعني طيب هذا اللي في التلفزيون ابن حلال هو صغير سالنا العراق وعربي اصيل والسنة كلهم دبخوا وكلهم سجلوا بكتبوا نعم شكرا لك ام احمد ام احمد احنا ما نريد ندخل بجانب الدين وهذا شنو ذاك شنو احنا نريد يعني نريد حكومه وطنيه نريد مشروع وطني تريح العراقيين لا نريد نقول سنه وشيعه ولا هم يحزنون احنا ترى قبل 2003 ما كنا نعرف شيء اسمه سني وشيعي وكردي وعربي وصابي ويزيدي ومندائي كنا نسمع انه اكو هيك طوائف في العراق بس ما كنا نعرف اللي قاعد عرح له بصفي بالمدرسه منه او بصف اي طالب يعني اي طالب ما يعرف بصفه منه او اي طالبه ما تعرف بصفها منه ما كنا نسمع بهاي الاشياء ورا 2003 شو من اجى بوش طلعوا الشبك واليزيديين كل من قال اني من فلان قبل ترى كنا متصاهرين ومتعايشين ومرتاحين الجيش كل العراق يدخله منتخب العراقي كل العراق يدخله الشرطه كل العراق تشتغل به ما كانت اكو طائفيه اصلا حتى لما الواحد يروح يتعين بمؤسسة أو يتعين بدائرة أو ينتسب إلى مؤسسة أمنية أو شرطة أو جيش أو كلية عسكرية ما كانت القومية والطائفية من ضمن شروط طلب التسجيل بالواتساب شخص كاتب لي يقول أستاذ أفل الشعب راضي بهالوضع الحالي يعني شو نسوي له أخي العزيز العرب كانوا قبل الرسالة جهلة كانوا يسموه زمن الجاهلي لكن رب العالمين أرسل لنا رسول الرسول بلغنا بهالرسالة وصرنا مسلمين احنا كقناة تلفزيونية واجبنا ان نوعي الناس نعم احنا اكو فارق كبير ما بين الرسول حاشا لله انه نوصل له لكن احنا واجبنا انه نطي رسالة للناس نوصل لهم الشيء اللي ما يعرف نعلمه وكشعب عراقي لازم واحد يوقف ويا الثاني اللي ما يعرف بهذا الشيء نقول له هذا شنو سببه او شنو نتائجه واللي يعرف وراضي به نقول له انت على غلط واللي يعرف وما راضي به نشد على ازره ونساعده. ناصر من اليمن يقول تحياتي لكم ولقناتكم الكريمه تعليقي لهذه الحلقه بما تسمى الحكومة العراقية الحالية لن تقبل أبدا بمظاهرات في العراق حتى لو كانت سلمية إلى أقصى الحدود لأنهم يخافون من ردود أفعال المنظمات
الدوليه. شخص اخر دا يتصل عن طريق الواتساب، ما نقدر نستقبل اتصال. ابو حاتم من الموصل يقول: استاذ تحيه طيبه لك ولكادر القناه والمشاهدين، اي وضع امني تتحدث عنه يوم ورا يوم يسوء الوضع في العراق، لن ولن يتحقق الوضع الامني بالعراق الا ان اصبح العراق بيد اهله. نحتاج جيش سور الوطن، نحتاج امن داخلي يحفظ الداخل وقضاء عادل يحفظ حق المواطن، وهذا ما يصرف لجرثومات الخضراء والاحتلال الامريكي الايراني. اقول طفح الكيل واراده الشعب لا تقهر، والله ناصر المظلومين. السلام عليكم. عدنا لقاء من بابل، حياك الله يا اخت لقاء. لقاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أخي أنا كنت أريد أشارك عن موضوع المختطفين المغيبين. نعم. أنا والدي فلاح هاشم محمد وأخويا محمد فلاح هاشم. نعم. والدي طبعا موظف عادي. نعم. وأخويا طالب كلية. نعم. دخلت الميليشيات لحديتنا، علما أنا من محافظة بابل. وصوبوا أخويا وأخذوا هو وأبويا. نعم. هذا الحكي من 2014. نعم. والحد الآن يعني إحنا ما نعرف عن مصيرهم أي شيء. يعني سألت عنهم، دورت وراهم، شنو قالوا لكم؟ أي والله سألنا بكل مكان، وهمات هاي مات الصليب الأحمر، همات على أساس تابعت الموضوع ويانا، أما دا نحصل على نتيجة دا نروح وتسجلوا معلومات لهاي الحاسبة المركزية. وحتى الوزارة الداخلية وصلنا. فما دن شو يقولوا لكم؟ يعني احنا دائما على ما اكو اسمائهم بالحاسبه ما موجودين، كل مره نسمع خبرها بجرف الصخر كانوا يمنعون اي احد يدخل للجرف. ست لقاء، من يقولوا لكم ما موجودين، قول لهم عاد تبخروا مثلا، يعني ما سالتيهم ذولا وين راحوا، منو اخذهم، منو اعتقلهم؟ احنا نسالهم. احنا جوابهم يعني جوابهم شنو؟ صف مركز شرطه. جوابهم احنا بيتنا صف مركز شرطه. هاي مو يمنا وما نعرف شيء، مو يمنا وما نعرف شيء، هم عجزونا نفتر يعني وين ما هاي نفتر. فاحنا اخي يعني الغايه من هذا الموضوع، احنا هذا الموضوع نريد نحوله موضوع دولي. نعم. نريد يعني تساعدونا انه يتحول موضوع دولي، نريد نطالب يعني انه احد تدخل، الدول تدخل انه تحل لنا هذا الموضوع. نعم. الحكومه بدها تتكتم. نعم. يقولون بالسابق داخل الوزير الداخلية محمد الغبان أو ما أعرف شنو اسمه، محمد الغبان. نعم. الجرف يعني صاير مركز يعني للميليشيات أو عاصمة اقتصادية لإيران صايرين. نعم هنا فما حد يقدر يتصرف أي تصرف، إيران يعني كلش مسيطرة هنا. نعم. فإحنا نريد يعني تساعدونا وتوصلون صوتنا إن شاء الله. صوتك إن شاء الله وصل. الله يعينكم يا رب، يرجعكم ياهم سالمين. أم محمد من بغداد، حياك الله. أم عبد الله. أم عبد الله حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. أستاذ ترى إحنا من خلال كلامكم ترى الدين أهم شيء بين الناس، هو الدين هو التكاتف، الدين هو الحقيقة. يعني احنا اكثر رجالات الدين اللي موجودين في العراق الشرفاء ترى ماكو، ما موجودين اكثريتهم من خارج العراق، واذا شريف باقي فهو متكتم ويخاف على نفسه ويخاف على اهله. زين، وبقوا بالنسبه لرجال الدين الاخرين اللي بشكل علني سلموا الاتاوات واستلموا المبالغ الكبيره من قبل الحكومه ومن قبل الاحتلال الامريكي، وقاموا بعمليه افساد المجتمع العراقي، وهذه خطه مدروسه بالنسبه للوطن العربي. وبعدوه عن الدين، واصبح كل شخص موجود هسه في العراق هو يعني ملتهي بمشكله مدوخته، اما براتبه، اما بمزرعته، اما بالاسماك اللي راحت، وهسه اخر شيء ترى قاموا بعمليه تسميم الحيوانات والتربه الحيوانيه، فديروا بالكم يا عراقيين، ترى هاي الشغله هسه جديده وهاي من البارحه بدوا بيها. زين،
فلهذا احنا نشوف العراق كل الوضع الامني غير يعني مستتب. القوات الامنيه والحشد كلها بينفذ اجندات الحكومه وسياستها ضد الشعب العراقي. اصبح العراق هو سجن للعراقيين، اذا هو سجن مليء السجون بالعراقيين، واذا ماكو هو بالسجن العراقي فهو ما يقدر يتحرك. ليش؟ لانه الاجندات اللي موجوده في العراق هي انطوهم فلوس كلش هواية لقسم من الشعب العراقي، وقاموا بعملية يعني الإخبار وهذا المخبر السري، ولهذا نشوف العراقيين متخوفين. وصلت الفكرة أم عبد الله. إذا تسمحي لي وأعتذر منك شديد الاعتذار، بس بقت لي دقيقة واحدة أريد أخذ رسائل المتصلين عن طريق الواتساب. شكرا لاتصالك بينا. يقول أخي الكل شغلته بسيطة، بس أخوي شغلة المعتقلين والمختطفين مثل ما أشارت أختي قبلي. الأخبار اللي تصل مأساوية. أخذوا أخوي وابن عمي ونسيبي وصديقي وأستاذي وجاري، وخلوا حياتهم جحيم، لا شمس ولا مي للغسل، تركوهم للأمراض وعايشين في ظلام، الله يعينهم. أخذوا هذا الموضوع. يقول الغريب أن نتهم الحكومة العراقية بسوء معاملة شعبها، اتهام في محله، بينما الحقيقة أن الحكومة العراقية هي تحمل سمات وأخلاق وصفات الشعب نفسه في كل محافظة من زاخو إلى الفاو. قبل أن نصلح الحكومة فلنصلح أخلاقيات الشعب نفسه، فتكون منا حكومة خلاقة فكما كنتم وليتم. عصابات السرقة والإجرام تقطع الكهرباء لتستولي وتسرق تحت جنح الظلام. أكبر عصابة السرقة هم حكومة العراق الحالية. أخ أفل لا خير في شعب يقبل بالذل 16 سنة. السلام عليكم، تحية خاصة لكم. بالنسبة للمعتقلين بالصقلاوية 1300 شخص وهم موجودين بمعتقل جرف الصخر، لكن جبناء العملية السياسية والرتب العسكرية المنضوية في العملية السياسية يعلمون جيدا مصير هؤلاء، لكن تخوفهم من إيران للأسف الشديد. وهناك صديق لي وجار لي ضابط من الفلوجة اعتقل من قبل حزب الله منطقة الخالدية منذ 4 سنوات وما نعرف مصيره إلى اليوم. من أركان المحمدي، أهلا بك أركان. تحية لك أخ أفل ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراقية. الحكومات التابعة لجارة سوء إيران وميليشياتها تتعامل مع المتظاهرين في مظاهرات بمبدأ القمع والقتل والاعتقالات وغير ذلك كثير، لم تلبي مطالب الشعب في حياة حرة كريمة مع توفير الخدمات. هذا ما أسعفني الوقت حتى أقرأ اليوم. أعتذر من بقية الإخوان اللي أرسلوا رسائل وما قدرت أقرأها. العراق مبتلى بحكومات من المفترض أن توفر له حياة كريمة، من المفترض أن يكونوا عراقيين قبل كل شيء. نلتقيكم على خير بنفس الموعد إن شاء الله غدا. إلى اللقاء.